السلام عليكم ورحمة الله. أولا أنا يعني ما جاي أدافع عن صوفية ولا جاي أنتقد أنصار سنة ولا سلفية ولا أي شيء، لأنه والله يا أخواننا الكلام اللي قاعد يحصل في العالم كله، الكلام اللي قاعد يحصل في كل العالم ده، بس إذا نوفى الضليل يشوف لقى على شجري ويقعد تحتها. والله العظيم نحزن كثيرا لما نسمع أنه في بعض الدول الأفريقية سبب أو مشكلة حصلت بين صوفي وبين أنصار سنة أو سلفي أو أي كان، منعت من أنه يمارس نشر الدين في الحدة دي. السبب منه لأنه أنصار السنة ما دار الصوفي، ولأنه الصوفي ما دار أنصار السنة. السبب الثاني الأسلوب، يعني الأسلوب، أنا دار بس أبصر الناس، قد يعتقد أنه بعض أنه أنا صوفي والبعض الآخر يقول يا أخي والله ده أنصار سنة، والله يا أخي إن الدين عند الله الإسلام، والله لا صوفي ولا أنصار سنة، لكن صوفي وأنصار سنة وسلفي وأي حاجة، فهمتوا أفهموا ما فهمتوا هذه مشكلتكم. ده واحد من الأساليب، شنو ده واحد من الأساليب اللي بتحول دون توصيل الرسالة. ذكرني كلام واحد قلت له يا أخي والله جبت لي مسألة فقهية، خليني أكمل كلامي بعدها أقول لك كلامك مفيد ولا مفيد، ما تقاطعني معلش يا أخو. ذكرني واحد سألته مسألة فقهية، قلت له يا أخي والله الشيخ عبد الحي ورد حديث، وإنه قال لي يا أخي عبد الحي ده أخو مسلم. واحد تقول له يقول لك العريف يا أخو مسلم، تجي تلقى ابن باز، والله ابن باز ده يا أخي كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يا أخوان أنا أمشي مع منه؟ وضحوا لي، أمشي مع مزمي الفقيري، أمشي مع شهاب، أمشي مع منه يا أخوان؟ وضحوا لي. قبلك قال نحن ناس كتاب وسنة، لما رجع قال نحن ناس سنولة سلفية، ده كلام متناقض يا أخوانا. لو الناس الحاضرين بدون لا في سنولة سلفية يا أخوانا، ما في داعي للتحزب، ما في داعي لأنه واحد يكره أخوه الثاني. وإنما المؤمنون إخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي يزوره، لكن والله العظيم يا حسي لو إنت أنصار سنة وجارك صوفي والله بيناتكم يكون قطيعة سنة ما تكونوا سلمتوا مع بعض. ده ما كلام بقوله أنا براي، ده كلام واقع الناس بتلاحظه. أسي في مسجدنا هنا قبل فترة حصلت مشكلة بين ناس التبليغ وبين أنصار السنة، لأنه واحد جاء قال والله ناس التبليغ ديل بيمشوا باكستان وبيعبدوا القبور، وفي نفس الوقت هو لا شاف باكستان ولا مشى كويس، وكان السبب فتنة حصلت، بدل ما يوصل دعوة خرب الدين هنا. الحاجة الثانية، واحد من البداية قال التصوف لا علاقة له بالإسلام، التصوف لا علاقة له بالإسلام. واحد ثاني في محاضرة سابقة قال أن إحنا الليلة جايين نضرب التصوف ده الواطة، من هنا مبدأ غلط، من هنا مبدأ غلط. الإمام مالك قال أنا لمن أجي أناظر واحد بتمنى إنه الحق يكون معاه هو، لأنه أنا لمن يكون الحق معاي ما أضفت لنفسي شيء، لكن لمن يكون معاه هو أنا كسبت معلومة جديدة. طيب السخرية والأسلوب الفظ عندهم، والله يا أخوانا أنا كنت من محبي الشيخ محمد مصطفى عبد القادر وبحب أسمع له جدا، لكن أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم يعني أنا بحس من خلال كلامه إني بسمع لغيبة أكثر من بسمع كلامه. ده مستهبل وده أصلع يا أخي، ده علاقته شو بالدين؟ والله العظيم أنا من اليوم ذاك ثاني ما سمعت محاضرة لمحمد مصطفى بيقول كلام ممكن يكون بدليل يعني عنده حجة، لكن يا أخوانا الأسلوب أسئل الشباب يقول لك أسمع كلامك صح لكن ساعدنا بالأسلوب. هاي ما في مشكلة، هاي ما في مشكلة. الحاجة الثانية عند لما يكون في واحد داري ناظركم، يعني أنا بلاحظ وجوه أغلبية القاعدين هنا من أنصار السنة أو من المنهج اللي أنتم تتبعونه كويس، بيضحكوا على الثاني. يا أخوانا ممكن والله دم أسلوب بتاع كتاب وسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أو لا يدخل الجنة
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عليك الله فسر لي ضحكتك عليه شنو؟ فسر لي ضحكتك عليه شنو؟ ولما نقول الأسلوب أديكم مثال حي. الليلة لو طلع أي زول أنصار سنة أو أيا كان أنصار سنة أو أنصار سنة أو سلفي أو داري يدعو إلى الله، مجرد ما قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، الجماعة قاعدين يسموها الرمية، قاعدين يسموها شنو؟ دي الرمية. حديث وكلام متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسلوب بقى لما يقول الزول عارفين بعد كلامه حيقول شنو. يعني زول قال الكلام ده أكيد حيجي شنو؟ ينتقد وشرك لأنه دي الرمية، ده أصبح الكلام. فحاولوا يا أخوانا غيروا الأسلوب، لأنه حاليا على مستوى العالم، زمان كانت السيرة الذاتية نمرة واحد عشان ما زول يقبلوه في وظيفة. أسي بقى مهارات الاتصال، الفن في الاتصال، التخاطب مع الناس. لما تجي تقدم لك لشركة مندوب مبيعات ولا أي حاجة بيشوفوا مهاراتك بتاع الاتصال. يعني إحنا فاقدين لمهارات الاتصال، وديننا دين مهارات الاتصال. قبلك واحد هنا يعني إذا اللسان قال عليه الطلاق، واحد من الشباب معاكم هنا قال لي يا زول عليه الطلاق دي حليفة بتاع الشرك؟ قلت له يا أخوي الزول ده ارتكب حرمة صح. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. لكن عليه الطلاق دي صدرت فتوى من السعودية هناك إنه دي ما بيطلق المرة، خليها تكون شرك، ما بيطلق المرة. أقول لك ليه؟ قالوا ده بيعتبر نوع من أنواع النذر، لو الزول وفى بطلاقه فهذا شنو؟ تم الشيء، وإذا ما وفى طلاقه كفارته كفارة يمين. دي فتوى متعارف عليها يعني على مستوى العالم. دي واحدة من الأساليب، شايف؟ قربت ممكن تديني بس جدا ما عندي، فضلت ثلاث نقاط. قبيل قال أنا بالمناسبة أول مرة أشاهد الشيخ شهاب، ويعني أنا كل زول والله بكن له الاحترام، لو كان شيخ شهاب ولو كان شيخ صوفي لو كان والله أعز علي من نفسي، والله كلام صدق يعني حقيقة. فقال القرآن يتكلم، واحد قال له أنت ما تتكلم على الناس، اللي هو أخونا الشبلي، قال له يا أخي القرآن يتكلم على الناس. يا أخي دي ذلة لسان، أنا بعتبير أنت ما مفروض كان تقول، لأن القرآن قال لعمرك حلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل معناه ان احنا نتبع كلام القران ونحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونهانا اننا ما نحلف الا ان نحلف بالله او لنصمت؟ قبلك برضه الشيخ مزمل قال له والله اخي لو عملت الكلام ده تكون كفرت وريحتنا. يا اخي صلى الله عليه وسلم بتجي مره جنازه بتاعت يهودي بيقول لجنه بيبكي قال هذه نفسه انفلتت مني الى النار. انت تقول كفرت وريحتنا؟ والله كلامي ده يعني انا ما بعتبره نقد، لكن هو تصحيح بس لمسار، والكلام كثير. لكن اشكركم واشكر جميع الحاضرين ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. نحن ما بهمنا انه تجي تستعطفني انا او تقول فلان بحترمه، وكلامك اللي قلته ده للأسف مخالف للأدلة، ولما نقول باطل الناس بيقولوا أنتم متشددين وكده، عرفتها؟ فأنت كلامك اللي قلته ده من آخر كلامك قلت أنا أي زول بكن له والاحترام، عرفتها؟ صوفي قال أو بيقى أنصار سنة أو وهابي، الكلام ده غلط. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال بعد إذا جاء القرآن بطل قولك وبطلت هذه التنظيرات والمسرحيات، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما، ما بتجد نهاية ما بتلقى. فأنت أنا دارك برضو دعوة للتصحيح، تصحيح مفاهيمك، تصحيح محبتك تكون لله وبالله وفي الله، فهمت؟ ربنا قال لا تجد قوما، ده نفي، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو كان أبوك، مش لو كان زميلك في الجامعة، مش لو كنت بتشاهدني أنا في اليوتيوب، أنا تحت الواطة تباري القرآن، نحن كلنا تحت. ربنا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، عرفتها؟ تباري كلام ربنا سبحانه وتعالى ترفع فوق راسك. فانت قاعدتك دي قاعدة باطلة، ودي قاعدة الأخوان المسلمين. معليش انت قلت كلامك، خليني أرد عليك، انتوا ليه بتقاطعوا؟ لا معليش يا أستاذ، قلت انت بتحب، انت معليش يا أستاذ، انت قلت بتحب ما تقاطع،
ما تقاطع، انت بتدعو لقبول الحق يا اخي، انت بتدعو لقبول الحق، كلام ده عيب منك؟ هل ده من الادب؟ هل ده الادب؟ انا ما لخبطت الكلام. رب انت قلت انا بحب اي زول، او قلت بكين لاي زول الاحترام، قلت بتكين لاي زول الاحترام، مش قلت كده؟ مش قال كده يا طلبه؟ مش قال بكين لاي زول الاحترام؟ ما اقعد اقعد اقعد، ما تقاطع، ما دقيقه، اقعد هناك اقعد هناك، ما تكين. انت قلت بتكين لي الاحترام وتقاطعني يا اخوانا؟ شوفوا الكلام ده كيف، قال بكين لي الاحترام وبقاطعني، كلامك ده عيب، ما يسخن بك. طيب انا ما بغير له كلامه، نفسي كلامه بجيب له الادله من الكتاب والسنه والحركات بتاعت التنظيمات والشغلة زي دي، احنا فاهمينها، ما تكورك، لانه انا بجيب لك منهجك بالادله من الكتاب والسنه. قال انا اي زول بكن له والاحترام، انت ولا اي صوفي؟ قال الكلام ده ولا ما قال؟ قال. كلامك ده باطل، باطل بست حركات، فهمت الحاصل؟ الدليل قال الله سبحانه وتعالى، والله كلام الله ده مهما توزع عليك ناس الاساليب دي ما بنعرفها، توزع ناس عشان يقيفوا معاك وتقول كلام عاطفي وكده، القرآن ده بيوريك الحاصل. ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. المودة معناها شنو؟ معناها الميل القلبي اللي هو إنك بتكن الحب، دي أهل المودة ذاتها. ربنا قال ما بتلقى مؤمنين، ده كلام الله، أشطبوا الآية دي، أشطب أنا عشان خاطرك أنت وعشان هذه الحكم التي نثرتها بين هذه الأشجار، أخلي لك القرآن، أخلي لك كلام الله. ربنا قال لا تجد قوما يؤمن، والآية دي نزلت وين؟ الآية دي نزلت وين يا أخوان؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، دي نزلت في سورة الممتحنة، فيها محنة للمؤمنين عشان تعرف المؤمن الصادق من المؤمن الكذاب. ربنا قال لك ما بتلقى واحد من المؤمنين بكن لزول بحاد الله وبحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بكن له مودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤه. لو كان أبوك، أنا أصدق القرآن ولا أصدق كلامك؟ أنت ما قاعد تحبني أنا، ها؟ والذي تكون محبة ما في الله في الدنيا في أي حاجة تانية، ودي محبة باطلة، فهمت؟ فأنت زول بنادي غير الله، زول بنادي غير الله، الصوفي ده نفترض معك أنا أسلوبي كعب عديل، والصوفي البنادي غير الله، ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أنا بمشي للصوفي وقامت مشكلة زي ما أنت قلت مع جماعة التبليغ اللي بيتكونوا من أربع طرق صوفية، والناس اتضاربوا ونحن جدعونا في السجن وأعدمونا وجدعونا في البحر، وقامت مشكلة والمشاكل بتقوم. الزول ده أحسن أنا أبين له بالمشكلة وبأسلوبي الكعب ده، ولا أحسن أنا بحب أي صوفي أو بكين لأي ليك أنت ولأي صوفي الحب ويمشي يوم القيامة بعقيدته الشركية؟ الأحسن يا تو يا ناس، أحسن تبين له الحق. وكونه تحصل مشكلة ده ما معناه دعوتنا فظة ولا باطلة. أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قلت أدلة معاك بالأدلة، الخطب دي بتاعت ناس حسن البنا والجماعة دي ما بتقسم فينا، نحن ما بتمش فينا، نحن بنتكلم معاك بآيات وأحاديث، فهمت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لأول مما ربنا أمره بأنه يبلغ الرسالة وقف في جبل الصفا، قال وصباحه، لما الناس قام اختبرهم قال لهم لو قلت لكم، أنا داير أشوف رأيك أنت شنو في الأسلوب ده، لو أن جيشا وراء هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. رأيك شنو في الأسلوب ده؟ أطعم فيه، أطعم فيه، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ الحق تبينه للناس، تبينه، فهمت؟ توري الناس الحقيقة، لكن تقعد تدسدس عليهم، ده منهج الأخوان المسلمين، فهمت؟ شئت أو رضيت، الكلمة اللي قال أخونا دي كلمة حق، ده منهج الأخوان المسلمين. دار تلمة نحن مع الصوفية ما بنتلمة نهائي، لغاية ما هم يتوبوا أو نحن ننحرف نبقى معهم، نبقى صوفية. ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة، أصدقك أنت وخطبك الجميلة دي والله أصدق القرآن. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، ودي لسه نحن ما وصلنا، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أديك دليل ثاني، أدلة كثيرة. إبراهيم عليه السلام قال لقومه شنو في سورة الأنبياء؟
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ما لا ينفعكم ما لا يضركم ولا ينفعكم أف ما لا ما لا يضر ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. راجع القرطبي, راجع ابن كثير, راجع ابن جرير الطبري الوهابية, خليهم راجع العلماء ديل. أف لكم معناه شنو؟ معناه تبا لكم, معناه أنة لكم, معناه قذرا لكم. أها رأيك شنو في العلماء ديل؟ ورأيك شنو في إبراهيم عليه السلام؟ مش دي قال لقومه, قال لأبي إبراهيم, قال لأبو شنو في سورة مريم, قال قال إني أراك وقومك في ضلال مبين. دي قال واحد من الشباب هنا, قال واحد من الشباب لأبو, أبوي هوي الله انت ضال, قال واحد من الشباب. أنا إحنا الكلام ده بنقوله لرؤساء بتعين بدع, ما بنقوله لعامة الناس. والليلة خطبة الودة القالة دي نحن ما جينا قلنا للطلبة الكرام ديل, ولا في واحد من الطلبة ديل جزاهم الله خير سامعين لنا من قبيل ويتحملوا قعدتنا وكلامنا ده, ما في واحد فوقهم نحن ناسينا لو بكلمة, ما في واحد فوقهم. نحن تكلمنا معاك انت, انت الدار تأصل للباطل ودار تجمعنا نحن والصوفية. في النهاية أخواننا دي خلافات فقهية, بنادي الله ما بنادي الله, بتنادي الله بتنادي الشيخ, بتطوف بالقبر, ما في حاجة, دي حاجات بسيطة. دي برز الأخ المسلم في ثياب الواعظين فمشى في الناس يهدي ويسب الماكرين, دي ما بتمشي علينا نحن. في فيصل ربنا قال تبارك الذي نزل الفرقان, فرقان تقال فرقان معناه شنو؟ بيفرق بين الحق والباطل. وحديث جابر في البخاري قال ومحمد فرق بين الناس, فرق بين الأم ولده, مصعب بن عمير وأمه فرق بيناتهم ولا ما فرق؟ نحن فرقنا بين منو؟ ها نحن لسه ما حصلنا الدرجة الكبيرة دي, دي درجة كبيرة, لأنه ربنا قال ليميز الله سورة الأنفال. أنا بديهم غرام من قبل وديل بيجي الواحد واحد عجبته قميص ولا حاجة يجي يخطف فينا خطبة ظريفة كده ويدغدغ على المشاعر وقال بيمشينا فيها نحن, ما بتمشيها فينا نحن, فهمت؟ دي آيات واضحة وأدلة واضحة من الكتاب والسنة, ده كلام شغل نظيف. زول بنادي غير الله, ربنا قال هذان خصمان اختصموا في ربهم, دعا علي بن أبي طالب والكان معه في غزوة بدر, اختصموا في ربهم إنه ينادوا الله ولا ينادوا اللات والعزة, ينادوا منه, فهمت؟ فما تجد دغدغ على العواطف, نحن ما بنتلمى معهم لغاية ما الناس ذي يتوبوا لربنا سبحانه وتعالى. وشوف نحن من منهجنا ما بنمد إيدنا على ذول يا أخواننا. لو في صوفي نادى غير الله هنا وقال البرعي خلقني, هوي هوي الوهابية البرعي خلقني أنا ده قال كده, ما بنشيل شفت حاجة, ما بنشيل نضربه بهم لأنه ده منهج الخوارج, ما بيجوز حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما المنافق قال قال يا رسول الله أو يا محمد اعدل فإنك لم تعدل, عمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنق هذا المنافق, دعني. دي العلماء قالوا فيها أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم, فهمت؟ فالناس ما تقعد تكورك ساي, الواحد يكون شحنه وجندوه بكركديه وفتة بتاع الطحنية دار يجي يجدع فينا نحن هنا, يهود الأساليب دي عارفيننا بدري, ما تجي تلعب علينا نحن. شوف لك كنت جديدة دار تطلعنا أخواننا دي الأساليب مفظ وما بيعرفوا يتكلموا وكده. شوف الرسل مع أقوامهم عملوا شنو. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعدين يا أخوان عليكم الله بس بسيط, أسي أنا لو في زول ماشي على الحفرة دي والحفرة دي فيها نار, زول زميلي زميلي وشايفه ماشي يقع في النار وما بيمرق ما بيمرق من, من, من الورطة دي إلا أنا أفكه بقالب بتاع طوب, أفكه في ظهره يتعوق ويمكن يتكسر فيه فقرة كويس, بيتعوق وممكن يكوب دمه وبيجيه مصائب كثيرة لكن بينجو من النار, بفكه بيه ولا ما بفكه؟ مش المثل بيقول لك المال تلته ولا شنو ولا كتلته. طيب زول بيمشي نار جهنم وربنا قال لك الجريمة الوحيدة الزنا شرب الخمور المعاصي كلها ربنا قد يغفر لك وقد يعذبك إلا الشرك, أنا ألقى زول بنادي غير الله كالكباشي وماشي لجهنم وأنا أقول له وكلنا جميعا وأغش عليه؟ يا أخوانا عليك الله, ده ما لعب, ده ما لعب على الناس عشان ما تجي عشان ما عشان كده. عائشة رضي الله عنها جزاك الله خير, حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس, ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نحن بنقول الحق كان كتلونا وكان جرحونا, وأنا قبل أجيك عارف الحق ده مر والله مر وكثير من الناس ما بيقبله. ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, وربنا قال ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق
كارهون. لكن الحمد لله نحن جينا لقينا هنا في الكلية دي الطلبة جزاهم الله خير قاعدين من قبل. أنا قبل أنا جيت مداخر قبل ما جاء أخواننا ديل بيتكلموا وقاعدين وبيسمعوا في الحق وبيسمعوا بالأدلة والآيات. لو نحن كنا بنخاطب الطلبة أسلوب فظ ما كان قعدوا لنا. هيا زول ما يقعد ينجر ساكت. قال 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 انت قلت القرآن يتكلم عن الناس دي زلة لسان. طيب خلاص نرجع للغة العربية. ربنا قال وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون يا أخواننا واحد من ثلاثة، ما هو دي اللغة العربية كده، يا اسم يا فعل يا حرف. الودى الجبال وينه؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ دي زلة لسان. ها ربنا قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين في سورة الصافات. الله ربكم ورب العالمين. الآية دي معناها شنو؟ معناها تخلوا الله وتمسكوا في بعل، بعل درج صالح. ربنا قال في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لو خلى الخطب دي ومشى حفظ الآيات دي كان أحسن له، كان استفاد. ربنا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دي شنو؟ نرجع لابن عباس في تفسير ابن جرير وفي البخاري، قال أسماء لخمس رجال صالحين. فهمت؟ فدي زلة لسان. بعدين قام شنو؟ قال دار استدل على انه دي زلة لسان من القرآن. والله يا اخوانا الزول لما يتكلم من غير علم بيجيب له كبه كبيره، هو ما عارفه، هو ما فاهم نفسه بيقول في شنو. انت عارف ان احنا لو بنكفر كان كفرناه. قال القرآن قال حلف بالنبي لعمرك، هل دي زلة لسان؟ هو بيستدل بها على شنو؟ ما ده السؤال، بيستدل بها على شنو؟ ما هو جاب لي قال لي انت زلت لسان صح؟ أها طيب أنا استدل على إنه أنا زليت باللسان، استدل بشنو؟ قال لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، يعني في زلة في القرآن يعني؟ قال أها يعني نحلف بالأولي ولا شنو؟ لا لا معليش أنت ما فاهم. الله في القرآن حلف بالفجر والفجر وليالي العشر، وحلف بالصبح، أديك لا مجيها بأدلته. والصبح إذا تنفس، وحلف بالضحى، والضحى والليل إذا سجى، وحلف بالنهار، والنهار إذا تجلى، وحلف بالعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وحلف بالليل في حاجة تاني جات الله حلف بين، وحلف بالنجم، وحلف بالشمس، وحلف بالقمر. فهمت؟ دير كلنا الله حلف بين. أها شنو يعني؟ العلماء قالوا ربنا سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للخلق أن يقسم إلا بالله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو شنو؟ أو ليصمت. أنا ما أعرف الزول ده يا أخواننا، الزول ما ينجر ساي يود الحلال عشان تمرق صاحبك ذاك ويبقى لك عنده يد صاحبك ذاك الطلاع ما عنده حاجة، ما تقعد تنجر القرآن، تنجر في القرآن وتحرف المعاني بتاعته. طيب قال جبيل شيخ مزمل يقول له أنت لو كفرت ريحتنا. مزمل وينه هنا؟ أين مزمل؟ مزمل قوم فوق. وين مزمل؟ مزمل وينه؟ ما في مزمل يا أخي، أنت ما تكذب ساي وما عارفهم ذاته. دي زلة لسان جزاك الله خير. يا ناس عليك الله ما تقعدوا تلعبوا ساكت. طيب قال واحد انه قال شنو؟ لو كفرت ريحتنا من النقاش، لكن مش ريحتنا انه ان احنا بنحب انه الناس يكفروا بالله. فهمت؟ هيدا الكلام ده اذا قصد به الاخ محي الدين، الأخ محي الدين ما تكورك من برا، لو دار فرصة تعال خش. إذا قصد به والأخ محي الدين إنه الكفر سمح وإنت بتتخارج مننا وتقلل لنا المسلمين، الكلام ده باطل منه ويتوب ويرجع إلى الله. وإذا كان قصده إنه ريحتنا من النقاش الطويل، وده كان سياق الكلام، لأنه في حاجة اسمها سباق ولحاق وفي سياق بتاع كلام، يبقى كلام ما فيه إشكال، فما تكورك من برا. طيب قال واحد قال علي الطلاق. قال في واحد من الناس القاعدين، لما واحد قال عليه الطلاق قال له شرك. ده منو قال له؟ من اخواننا. لا ما دقيقه بس، قال منو؟ من الشباب ديل. لا ضروري، انا شايفه ضروري. عرفتها؟ ضروري. ما تكذب على الناس. تكذب على الناس ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عرفتها؟ مجتبى ده وينو ياتو؟ انت قلت له وشركت بالله يا اخلو يا خليك من الكلام ده، خليك من الكلام ده. لو قلت له كويس، لو قلت له، لو قال له كلامك ده باطل يا مجتبى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال
خير بني آدم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. توب لي يا ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيقبلك. خلاص قابل يا مجتبى قابل. يلا توبوا من غير الله بيخلق. توبوا من الشيخ بيقول للشيخ يكون فيكون. توب تقدر تتوب؟ ما بتقدر تتوب. طيب قال 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 الرمية بتاعت وكل ضلالة في النار الرمية. طيب أنا ما ممكن أجي برضو أجي أقول الصوفية عندهم رمية. مثلا الصوفي لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أقول الصوفي برضو عنده رمية. أقعد أستهزأ بالآيات؟ أستهزأ بالآيات وتستهزأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رمية رمية. طيب قال الإمام مالك قال أنا قال ما نظرت واحد إلا حبيت إنه يخرج الحق. ونحن ذاته حبينا يخرج الحق عشان كده فتحنا له أكثر من فرصة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين الكلام ده ذاته ما قاله الإمام مالك إلا يكون قاله مالك عقار، لكن ما قاله الإمام مالك، ده قاله الإمام الشافعي. فهمت الحاصل؟ عشان ما واحد يقعد ينجر كلام ذاته ما حافظه ولا عارف راسه من قعره درج يجدع به وساكت. فهمت؟ فنحن ذاتنا بنحب إنه الحق يخرج من أفواه الناس، فما عندنا مشكلة نحن. والحب والبغض ده عمل قلبي انت ما بتطلع عليه. فهمت؟ عشان تجد كورك ساكت. طيب قال في واحد قال اخواننا في الحرس هنا قالوا لنا الزمن انتهى. نحن ما عندنا مشكله والله، لو دارين ترتبوا مناظره مع صوفيه مع اي بشر نحن جاهزين بحمد لله. طيب قال ما في مشكله يا اخواننا ما في مشكله. طيب في اي محل والله لو في الشجره دي انا بستغل ما عندي اي مشكله. طيب قال واحد قال التصوف، واحد قال التصوف لا علاقة له بالإسلام. من هنا قال دي كان أول حاجة بدأ بها. هسدة التصوف لا علاقة له بالإسلام. هسدة هسدة. فهمت؟ هل ده عنده علاقة بالإسلام؟ غير الله بيخلق؟ غير الله بيخلق؟ ده عنده علاقة بالإسلام؟ قال الولي مرته قالت له دايرة خادم، شال فاس وتوب وقطع فرع شجرة وغتاه وشال سبحته بهم عالية وقال يا بخيت يا بخيت فرع الشجرة. قال نعم سيدي بقت خادم. وربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شجر. ده فيه دليل؟ لا تقدر تجيب عليه دليل؟ ده عنده علاقة بالإسلام؟ والله يشوف مهما تجوط مهما تكورك. بحمد الله الطلبة دل جزاهم الله خير ناس فاهمين وميزوا الحق من الباطل. وأنا قلت إذا قلت إنه إذا قلت باطل الطلبة عارفينه، إذا قلت حق الناس عارفينه. أنت كيسك فاضي ما تكورك من بر، والله ما عندك أي حاجة. طيب كيسك فاضي. طيب قال انت متناقض لانه قلت نحن ناس كتاب وسنه. وفي بدايه كلامه هو قال يا اخواننا انا ما هنا لا مع الصوفيه لا مع انصار السنه. وجا قال لي انت متناقض، نغضني يعني نغضني يعني وقف مع منو؟ وقف مع الصوفيه. فهمت؟ لانه نغضني انا معناه وقف مع منو؟ فهمت؟ طيب قال نحن كتاب وسنه بس. وبعد ذاك قال نحن سنه اولى سلفيه ودي جماعه. قال لا معلش غلط، الدليل من السنة إذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل أي قول. حديث عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين ففاطمة رضي الله عنها أسمع الحديث يا ود الحلال، أسمع الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فوق راسي فوق راسك وجوه عينك وجوه عيني أنا ذاتي، ما تزعل ما تكوري. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها لما قال لها جبريل عارضني بالغرام مرتين وانا حاسس انه اجلي قرب قال لها كده فبكت رضي الله عنها. بعد ذاك سارها وقال لها انت اول اهلي لحاقي بي فضحكت رضي الله عنها. في نهايه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صبره وقال لها الحديث الصحيحين قال فانه نعم السلف انا لك. يعني اول السلف هو من؟ النبي عليه الصلاه والسلام. نمره اثنين عثمان بن مضعون رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كفنوا ودفنوا عليه الصلاة والسلام قال عثمان بن مضعون نعم السلف الصالح. السلف الصالح مش أنا وأخونا دو فلان، السلف الصالح الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم، خيرية مطلقة، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبعد إذا زول دار يجي يناقض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على كيف؟ فنحن بنتبع السلف ديلك، سلف ديلك نحن بنتبعهم. وإذا جبت لنا حاجة في منهجنا باطل أو غلط نحن تائبين منها. أما مسألة السخرية النازل كلهم جو سخروا مننا. ربنا قال فإن تسخروا منا في سورة نوح في سورة هود عن نوح عليه السلام فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهمت؟ لو الآية دي غلط أو ما آية تجيب لي دليل، لو آية تصوم قدومك
فهمت؟ نحن أصل كلام ونقة كثيرة ما عندنا أي زول بفضل الله بالقرآن إذا هو مسلم بيرجع للحق إذا دار الحق. أما إذا تابع للحزب وخايف من الحزب، أنا ما أعرف ليه الزول بيخاف من حزبه وما بيجي بينتمي للحزب هنا، ها؟ أي ليه يعني؟ سؤال يعني ليه؟ ما لأنه الأحزاب تضيعوا البلد أنت قال، ولأنه ربنا ميل على الأحزاب، ربنا قال كل حزب بما لديهم فريحون، فلا بد أعريهم لك وأكشفهم لك. أنت شكلك برلوم وصوك من وراء أسكت قال لك. طيب طيب آخر مسألة، مسألة عبد الحي يوسف. قال في واحد قال لنا عبد الحي يوسف أخو مسلم، عبد الحي يوسف أخو مسلم ومنهجه، منهجه هو منهج داعش. في كتابه أرجعك لمصدر بتاع الدكتورة ذاته، رسالة الدكتورة اسمها الاستبداد السياسي في الإسلام، قال حكام المسلمين اليوم كثير منهم أو كلهم أو غالبهم كفار، قال فهمت؟ فبيكفر الناس، ده منهج الخوارج ومنهج الدواعش. إن شاء الله نحن نحترم الجامعة ونعتذر لعموم الطلبة، ما في زول عنده باطل بنعتذر له، بنعتذر للطلبة إذا سئنا لهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.